بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء نشرح موضوع اللايرز الطبقات، وهي تعد من أهم الشغلات الموجودة في برامج أدوبي بشكل عام وبرنامج الفوتوشوب بشكل خاص، حيث أن ميزة برنامج الفوتوشوب بتعامل مع التصميم على أنه مجموعة من الطبقات، سواء كان التصميم بسيط أو معقد، وهذا سر قوة برنامج الفوتوشوب. وعشان نفهم إيش معنى الطبقات أو إيه هي فكرة اللايرز، هنروح مع بعض على الصورة هاي. هنلاقي حوالي تقريبا 1 2 3 4 5 6 شيتس، 6 ورقات أو 6 قطع، كل واحدة فوق الثانية. يعني اللون الأخضر فوق اللون الأزرق، الأزرق فوق البينك، وهكذا حتى نصل إلى اللون الأصفر. هاي نفسها فكرة اللايرز في برنامج الفوتوشوب بالضبط. اللايرز اللي بتكون موجودة فوق، أو الطبقة اللي بتكون موجودة فوق، هي اللي هتبقى ظاهرة. يعني إحنا لو أخفينا اللاير الأخضر، اللاير اللي تحت منها اللي هي هتظهر اللي هي اللاير الأزرق. وعشان نفهم هذا على برنامج الفوتوشوب، هنروح على البرنامج ونفتح من قائمة فايل سكريبتس لود فايلز انتو ستاك، هنقول براوز. هنروح من قائمة براوز على المجلد بتاعنا، تمام، ونختار مجموعة من الصور هاي، 1 مثلا 2 3 4 5، هاي 6 صور مثلا، نقول له اوكي. بدأ حمل ليهم هنا، بعدين هقول احكي له اوكي. زي ما احنا شايفين طبعا انه اللايرز بدأت تتحمل على برنامج الفوتوشوب، وهي هتاخد وقت عشان حجم الصور كبير. تحملت الان الصور. زي ما احنا شايفين عندنا برنامج الفوتوشوب نزل كل الصور في لايرز. اللاير 2 3 4 5 6 فوق بعض. هذه اللاير اللي فوق بعض، مثلا في عندي انا هنا عين صغيرة تحكي لي indicates layer visibility. لو انا بدي اخفي اللاير اللي فوق، نخفيها بضغطة واحدة بزر الفأرة الايسر، هتظهر من عندي الطبقة اللي تحت منها. ولو اخفيت الطبقة اللي تحت منها، هتظهر الطبقة اللي تحت منها. ولو اخفيت الطبقة الثانية والثالثة حتى وصلت لاخر طبقة موجودة. طيب، يبقى إظهار الصور أو اللايرز بيعتمد على الترتيب، تمام؟ خلينا نرجع الرؤية. طيب، إظهار الصور أو اللايرز زي ما حكينا قبل شوي بيعتمد على الترتيب. أنا لقيت الصورة هاي موجودة عندي في الطبقة العلوية، لو أجيت للصورة الأسفل منها وسحبتها لفوق وعملنا إلها دراج طويل، بنلاحظ انه لقينا الطبقة طلعت، الطبقة كانت الصورة رقم 2 او الصورة في الطبقة الثانية طلعت فوق اللايرز بتاعت الحجر، بتاعت الحجر ظهرت فوق. طيب، قبل شوية انا كنت اخفي من خلال العين لكل طبقة، تمام. هلقيت انا لو بدي اظهر طبقة واحدة واخفي جميع الطبقات الثانية، يعني مثلا بتاعت الملعب هاي، كيف ممكن انا اظهرها لوحدها واخفي بقيه الطبقات؟ اضغط واحده 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 بالدور. بامكاني في اختصار الها انه اضغط على زر الت واجي على العين الموجوده قدام صوره الملعب واضغط ضغطه واحده بزر الفاره الايسر، لقيناها ظهرت وبقيه الصور او بقيه اللايرز اختفت، تمام. طيب، لو بدي اظهرهم كلهم بضغط لاير
وبضغط على ان كمان مره. تمام، يبقى لو بدي اخفي layers واخلي layer واحده ظاهره بضغط alt وبضغط على ان مقابل layers اللي بدي اظهرها. طب لو بدي اخفيهم كمان مره، او عفوا بدي اظهرهم كمان مره، بضغط alt وبضغط على العين اللي موجود اللاير مقطع. مبدئيا اي صوره او ملف عمل احنا بنشتغل على الفوتوشوب بتيجي بلاير لوحدها. يعني كيف؟ يعني مثلا لو انا اجيت فتحت الصوره هاي او سحبتها وعملت لها دراج على برنامج الفوتوشوب، هل لقيها ظهرت بلاير لوحدها ومكتوب عليها باك جراوند وامامها موجود هنا قفل صغير، وهذه اللاير تعتبر اللايرز الاساسيه. تمام، وبرضو كمان لو انا قلت فايل انيو، تمام، وقلت مثلا بدي نختار اي مثلا الصوره هاي مثلا نقول 1080 في 1080 مثلا، واحكي له اوكي، فتح لي تمام ملف جديد. انا لانه هذا ملف لحاله او دوكيمنت لحاله، دوكيمنتين جديد. الدوكيمنت هذا تمام خلفيه بيضاء على حسب اللون الخلفيه الموجوده، وبرضو اعمل اياها باك جراوند باسم باك جراوند والى القفل لانها تكون هذه اللاير الاساسيه. طيب انا ازاي ممكن اعمل لاير جديده واتحكم فيها؟ ممكن نقدر نعمل لاير جديده في الملف نفسه، تمام، عن طريق الزر الموجود تحت هنا جنب الباسكت جنب السله مكتوب create a new layer. تمام، نضغط ضغط عليها بزر الفأرة الأيسر بنلاقي أظهر لي layer 1. تمام، هي موجودة. لو أخفيت اللاير هاي تظهر اللاير الشفافة اللي أنا ضفتها جديد. طب بقدر أضيف layers ثانية؟ بقدر layer 2 layer 3 layer 4 layer 5. يبقى انا بقدر اضيف عدد لا نهائي من اللايرز من الطبقه زي ما احنا عايزين. طب في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه، ممكن من خلال اقول له لاير نيو لاير، بقول له هي مثلا لاير 6 وممكن اكتب الاسم بتاعها، اقول له اوكي يبقى ضاف لي اللاير 6. او ممكن من منطقه هاي احكي له نيو لاير، يبقى في عندي كبسه صغيره هنا واحكي له نيو لاير وهيضيف لللاير 7. وفي كمان اختصار موجود على الكيبورد اللي هو شيفت وكنترول وحرف الان، شيفت وكنترول وحرف الان، وبقول لي هي لاير رقم 8 وبتقدر تضيفها. طيب الان تعلمنا كيف عمليه اضافه لاير واحده. تمام، طب لو بدي انا اعمل عمليه حذف للاير، كيف ممكن احذفها؟ لاير رقم 8 لو بدي احذفها ممكن امسك اللاير رقم 8 واسحبها على الباسكت على السله الموجوده هنا، يبقى تم حذف اللاير. تمام، او ممكن تمام ايش ممكن اعمل؟ كليك يمين على اللاير رقم 7 وايش احكي له؟ ديليت لاير، بقول لي ديليت ذا لاير اللي اسمها لاير 7، ممكن اقول له يس. او ممكن انا احدد لاير 6 واجي على الكبسه هاي واحكي له ديليت لاير، اقول له يس. الحين انا واقف على لاير 5 ممكن اروح على لاير وش احكي له برضه؟ ديليت، واقول له ديليت لاير، اقول لي احذف لاير 5، اقول له يس. طيب لقيت انا بدي اسال سؤال، انا لو بدي احدد لاير واحده كنت اضغط عليها بزر الفاره الايسر، هي لاير 4 لاير 3 لاير 2 مثلا. طب لو بدي احدد اكثر من لاير، تمام، اقول لاير 4 بدي اضغط على كنترول لاير 3 تحددت لاير 4 و3، على كنترول
لاير اثنين تحدثت معهم، على كنترول لاير واحد، يبقى انا عشان احدد لاير ومعها لاير ثاني بضغط على كنترول. طب لو بدي احدد انا مجموعه من اللايرز، مجموعه من الطلقات، يبقى انا عندي من لاير اربعه بدي احدد لحد لاير واحد، بروح اضغط على زر شيفت، انا محدد اربعه، واجي اضغط على زر الفأر الايسر على لاير واحد. يبقى هيك تتحددوا الاربع طبقات مع بعض. يبقى لو انا محدد على لاير واحد وبدي احدد للاير اربعه مع بعض، بدي ما اضغط كنترول واحدد كل طبقه لحال، بضغط زر شيفت وبحدد المجموعه هاي مع بعض. طيب لو بدي انا احذفهم مع بعض، ممكن اروح احذفهم، اسحبهم مع بعض على الباسكت على السله واحذفهم. تمام. طيب هلقيت انا لو بدي اعمل لاير جديده، يعني بدي اعمل نسخه موجوده من الباك جراوند، من الصوره هاي الموجوده، كيف ممكن اعمل نسخه موجوده؟ في عندي اكثر من طريقه. النسخه مثلا هذه الباك جراوند بدي اعمل نسخه ثانيه عشان اقدر اعدل عليها براحتي. يمكن اروح اجي في المنطقه، انا محدد باك جراوند، اجي في المنطقه هاي واضغط عليها، وش احكي له؟ واحكي له دوبليكيت لاير، اقول له اوكي. هنجد انه عمل لي باك جراوند كلر كوبي، عفوا نسخه ثانيه. طيب او اقف على اللاير نفسها هاي مثلا اللي واقف عليها، واضغط على زر الاختصار كنترول وحرف الجي، عمل نسخه ثانيه. او ممكن وانا ضاغط على اللاير اروح على لاير واحكي له في المنطقه هاي دوبليكيت لاير، واحكي له اعمل له النسخة الثالثة. وممكن لو ضغطت بزر الفأر الأيسر احكي له برضه دوبليكيت لاير، اقول له اوكي. طيب في شغلة خلينا نعمل نتعلمها، لو انا بدي اعمل تراجع خطوة عن اخر عملية، في الاختصار كنترول زد، انا لاحظ انا اخر عملية كانت عملت باك جراوند كوبي اربعة النسخة الرابعة، لو انا اضغط كنترول زد اختفت، تراجع خطوة. طب لو عملت كنترول زد كمان مره هيقدم للخطوه اللي رجعها، يبقى رجعت الخطوه. طب لو بدي ارجع، يبقى لقيت كنترول زد يا استاذ بيعمل تراجع خطوه، كمان مره كنترول زد بيقدم للخطوه اللي رجعها. طب لو انا بدي اكرر ارجع اكثر من خطوه، ايش ممكن اعمل؟ كنترول والت وزد، يبقى الاحظ انا كوبي اربعه، واحده اختفت، ثلاثه اختفت، اثنين اختفت، باك جراوند كوبي اختفت. يبقى عشان ارجع اكثر من خطوه بضغط على كنترول الت وزد. طب بدي ارجع خطوه واحده اللي هي كنترول زد، كنترول زد بقدم على الخطوه اللي رجعتها. تمام. خلينا نغلق المنطقه هاي ونشوف مثال ثاني على اساس نجرب بعض الشغلات الثانيه. طيب الآن خلينا نفتح الصور هاي ونعمل السحب للصورة الأولى، إدراك على برنامج الفوتوشوب، جاب لي إياها في لاير جديد وهي الباك جراوند وأمامها قفل. نجيب صورة تانية مثلا، الصورة هاي نسميها سحب، والمرة هاي ما بدي أتركها في الشريط هذا وأعملها نسخ في ملف في دوكيمنت جديد، أجي في نص اللاير واتركها. نجد انه الصورة عبارة عن اجت في لاير جديدة، وبامكاني لقيت اكبر، نضغط زر شيفت مع بعض ونكبر الصورة، بامكاني نكبرها بالمنطقة هاي او بالشكل هذا او هيك بالشكل اللي بدي اياه. تمام. ممكن نصغر او ممكن نسحبها في المنطقة هاي، أو خلينا نكبر شوي كمان. ممكن نسحبها فوق شوية. تمام. نضغط انتر. وكمان ممكن نجيب الصورة الثالثة الهاي مثلا، نجيب كلمة thank you ونسحبها
في المنطقة هاي، وممكن أنا أروح أصغرها. مسحبها في المنطقة هاي، وممكن إيش نعمل لها المنطقة هاي، ممكن نحطها. تمام، ولاحظنا ثانك يو اجت برضو في لاير جديد. طب احنا خلينا نزلنا 3 لايرز، شفنا كيف سحبنا اكثر من صوره ونازل في كل واحد لاير. لقيته بدي اجي اغير انا اسم اللاير، بضغطين بزر الفاره على اللاير، ممكن هذه بتاعت الورد ممكن نسميها فلاور، نقول فلاور اكثر، غير اسم اللاير، وممكن اسمي اللاير هاي باسم ثانك يو، ضغطين ورا بعض اقول له ثانك يو انتر. طيب الان خلينا نتعلم كمان برضو خاصيه جديده، اتعلمنا كيف ممكن نغير اسم اللاير، خلينا نتعلم خاصيه ثانيه من خصائص اللاير، ازاي انا ممكن اعمل اغلاق لللاير او قفل لللاير. مثلا زي ما احنا شايفين اللاير بتاعت الباك جراوند موجود عليها قفل، يعني وهي الباك جراوند اي حاجه بتنحط في البرنامج لاول مره او اي صوره بيكون جنبها قفل. لو احنا واقفين على الباك جراوند وحبينا نحركها، مثلا الباك جراوند انا بقف على اللاير باك جراوند واجيت احرك الباك جراوند، ما فيش، مش قادر احرك الباك جراوند. تمام، طيب مش هتقدر تتحرك، ما ينفعش احرك اللاير تاعها لانه موجود عليها قفل. طب ازاي اعمل قفل زي موجود على الباك جراوند؟ خلينا نروح على طبقه الورد مثلا الفلاورز، وفي عندي في المنطقه هاي بدي اعملها قفل، في عندي هنا عباره عن قفل ممكن اقول له لوك اول. لو ضغطت على اول شيء انا لوك اول اعمل لي قفل، تعال حرك الورد مش راضي يتحرك. لو بدي ازيل القفل اللاير بتاعت الورد مالها بتتحرك، يبقى عشان انا احط لوك اول بنضغط على القفل هنا بيعمل لي لوك اول لمين؟ لللاير هاي. طيب في عندي مجموعه اقفال ثانيه موجوده في المنطقه هاي، وخلينا نزيل اللوك الموجود هنا. الخلفيه الشفافه هاي شايفينها؟ لو انا ضغطت عليها اللوك ترانسبيرنت بيكسلز، تمام، الخلفيه هذه بقى لها شفافه. لو رحت انا اخذت الفرشاه البرش، تمام، وانا ماسك البرش وبديت الون وين؟ في الخلفيه الشفافه، مش راضي تتلون، ما فيش حاجه ظهرت عندي. لكن لو لونت في مكان تاني لقيت الامر ماله بلون، يبقى اول قفل موجود عندي هذا لوك ترانسبيرنت بيكسلز، وظيفته انه ما يلون الخلفية الشفافة. تمام، خلينا نعمل كنترول زد، كنترول زد هي رجليها كنترول الت زد، عفوا كنترول زد، خلينا واحدة، وبدي أشيل القفل هذا. في عندي قفل تاني بقول لي لوك ايمج بيكسل، لوك ايمج بيكسل، خلينا نضغط عليها ونشوف ايش ممكن يصير. لوك ايمج بيكسل معناها بيقفل الطبقة كلها. تعال خلينا ناخذ برضو البرش واجي تلون لي على الطبقة هاي، مش راضي يلون لي على اللاير هذه، يبقى قال لي could not use the brush tool because the layer is locked، يبقى هذه اللوك بيقفل الطبقة كلها ما بقدر ألون عليها. طيب خلينا نروح على نزيل القفل هذا ونروح على القفل اللي بعده لوك بوزيشن، نضغط عليها، هلقيت البوزيشن انا بقدر الون عبد بالمناسبه جوا وبرا. طب انا بدي اعمل بوزيشن، بدي احرك اللاير هذه، ما انا مش قادر احرك اللاير، ما بقدر احرك اللاير، لكن ممكن زي ما حكينا بقدر الون، نختار اللاير الالوان بقدر الون، لكن التحريك ما بقدر احركها. طيب خلينا نزيل القفل هذا. طيب خلينا نعمل كنترول الت زد، نرجع اكثر من خطوه، كنترول الت زد، نرجع خطوه اكثر من خطوه. تمام،
نشيل القفل. هلقيت أنا ممكن بدي أعمل شغلة تانية، إنه كيف أنا ممكن أعمل ربط بين أكثر من لاير، يعني كيف بدي أعمل لينك أو رابط بين الاثنين لاير. يعني على سبيل المثال أنا في أداة المفتول الورد هذه بقدر أحركه لحاله، والثانك يو بقدر أحركها لحالها. أنا كيف ممكن أعمل أحرك التنتين مع بعض؟ بحدد اللاير مثلا تاعت الثانك يو وكنترول تاعت الفلور، حددنا التنتين مع بعض، بيظهر تحت عندي فيها أنا علامة السلسلة، ولو ضغطت عليها بقول لي لينك لاير، يبقى أنا في ظهر عندي علامة السلسلة. بعد ما ضغطت على لينك لاير يبقى لو أجيت أحرك واحدة الورد اتحركت معها ثانك يو، يبقى اتحركوا التنتين لاير مع بعضهم. طيب كيف ممكن ألغي الرابط؟ بضغط كمان ضغطة تانية على اللينك لايرز، بحدد اللايرز التنتين مع بعض، بعد كنترول بقدر أعمل رابط أو أزيله. طيب أنا ممكن أعمل إيش كمان في المناطق هاي؟ ممكن أعمل الشفافية، في عندي حاجة اسمها الأوبسيتي، خلينا نحدد اللاير بتاعت الفلاورز. في عندي حاجة اسمها الأوبسيتي المقصود فيها الشفافية، يعني أنا ممكن أخلي اللاير شفافة. نجي نضغط على السهم هنا، عندي 100% ال شو اسمه الأوبسيتي الشفافية. ممكن أزغر شو اسمه أحرك بالسهم، بنلاحظ إنه اللاير اختفى لما صارت الأوبسيتي 0.0، فبنلاحظ إنه الورد ماله اختفى. وممكن أزيد شوية شوية، بلاقي الورد ممكن بدأ يظهر عندي بنسبة وتناسب. تمام، يبقى الأوبسيتي هي إلى علاقة بشفافية اللاير. تمام، طيب خلينا نرجعها 100%. زي ما حكينا حركنا المؤشر وشفنا كيف بتختفي معايا. طيب في عندي حاجة تانية اسمها الفيل، خلينا نشوف إيش بتعمل. الألوان الأولى اللي بشوفها إنه هيحكي لي نفس الأوبسيتي، هي بتعمل نفس الأوبسيتي بالنسبة للاير نفسها، لكن الاختلاف بين الأوبسيتي والفل لو كان لللاير موجود ظل أو حدود ما بتتأثر إطلاق. يبقى أنا قبل شوي لما غيرت الأوبسيتي للورد إيش صار؟ اختفت وعملت نفس الاشي بالضبط في الفيلم، لانه اللاير هذه ما الها حدود ولا الها اي ظل. هلقيت أنا عندي مستطيلين، المستطيل الأول في لاير هاي، خليني نغير الأوباسيتي تاعته، نخليها مثلا 50%. لاحظنا إن الأوباسيتي الشكل اتأثر زائد حدوده بالأوباسيتي. طب خلينا نروح على المستطيل الثاني ونروح نغير الفيلم، بنلاحظ ايش التغير تم، تغير تأثر بالفل لكن الحدود ما تأثرتش، وهذا هو الفرق بين الأوبسيتي والفل. طيب خلينا نغلق هاي الإكزامبل ونفتح ملف عمل جديد كرييت. تمام، وهلقيت لو أنا بدي أنشئ مثلا مستطيل الأول راوندد مستطيل، تمام، وبدي أعمل أكثر من نسخة منه، نعمل دوبليكيت. كمان دوبليكيت وكمان واحد، يبقى
عملت 4 راوند للمستطيل الأول، كان مثلا نقول كان أسود، التاني ممكن نغير شكله أو ممكن خلينا نزيحه. أو التاني هي عفوا نغير لونه. التالت خلينا نغير لونه، نختار أي لون تاني مثلا. أوكي. الرابع نختار نختار لون هذا مثلا. لقيت أنا عندي 4 راوند مستطيل، خلينا نشوفهم. اي واحد، اي اثنين، اي ثلاثة، اي اربعة. يعني انا عندي 4 راوند مستطيل في كل لاير. طيب لو انا كمان عندي كمان اشكال تانية، مثلا لبس في المنطقة هاي اللون احمر، وبدي اعمل دبليكيت لاكثر من لبس في الموضوع هذا، كيف ممكن اعمل دبليكيت؟ كليك يمين، او عفوا نيجي على اللاير تاعته، كليك يمين واقول له دبليكيت لاير. اوكي. لا عفوا مش ديليت، بدي احكي له دبليكيت. دبليكيت، اعمل لي كمان واحده احمر، برضه كمان دبليكيت، وكمان دبليكيت. يبقى لقيت صار عندي انا اكتر من أكثر من إليبس شكل. بإمكاني نغير كمان الشكل اللون تاعهم. كيف ممكن أغير؟ مثلا هاي نيجي على المنطقة هاي، عفوا ضغطين، وممكن مثلا نقول له أنا بدي إياك مثلا باللون هذا، والتاني الإليبس الثالث نقول له مثلا بدي إياك باللون هذا، وهذا الإليبس كمان هذا، نقول له والله بدي اياك باللون هذا. في البس خليه احمر. لقيت انا يا استاذ بدي انظم تاعي، كيف ممكن انظم العمليات الموجوده عندي؟ على سبيل المثال انا عندي هلقيت البس واحد اللي هو شكل بيضاوي، وممكن البس اثنين، البس ثلاثه، البس اربعه. هلقيت هذول مجموعه من الدوائر، يعني في خصائص منظمه، ممكن اروح اعمل لهم جروب. جروب هذه لها علاقه لتنظيم العمل. وين بروح؟ بروح اضغط على شكل الفولدر المجلد، وبنقدر نقول create a new group. يبقى عامل لي مجموعة لمين؟ للإلبس. وبرضو كمان انا ممكن على الراوندد احددهم rectangle واقول له create a new layer. يبقى لقيت صار عندي مجموعتين، المجموعة الاولى اللي هي للإلبس، المجموعة الثانية اللي هي لمين؟ لا الراوند ريكتانجل المستطيل اللي زواياه دائريه. وبرضه بامكاني انه اسمي المجلد، ممكن المجلد الاول اسميه هنا، اضغط على الجروب 1 واسميه مثلا دوائر، انتر. وممكن الجروب الثانيه اسميها مستطيل او مستطيلات، او انتر. هاي التسميه برضه موجوده. طيب وبإمكاني عن طريق العين إنه أخفي المستطيلات بالكامل، نضغط على العين يبقى اختفت المستطيلات بشكل كامل، يبقى اختفت جميع الطبقات الموجودة. تمام، أظهرهم، أخفي الطبقات كلهم، بقدر أخفيهم. طيب لو أنا بدي أخفي لاير داخل الجروب، بقدر أخفيها داخل الجروب. طيب في عندي كمان شغلة بالنسبة للجروب، أنا لو بدي أحذف الجروب بإمكاني أسحب الفولدر هذا أو الجروب وأروح على مين؟ على الباسكت، وأتركها حذفهم. تمام، وحذفهم كلهم. لكن أنا لو بدي أحذف الجروب فقط، ما بدي أحذف اللي في الداخل، لك يمين يا أستاذ ونحكي له ديليت جروب. بسألني سؤال، هل بدك يعني أحذف الدوائر الجروب كلها، الجروب أند الكونتنت المحتويات، ولا الجروب أونلي؟ أنا بس بدي الجروب أونلي اللي هي الدوائر، وبدي أخلي اللايرز موجودة، بنضغط على جروب أونلي. يبقى حذف لي اسم الجروب وخليه
خلالي 4 لاير. طيب في كمان شغلة ممكن إنه أعلم اللاير، أحطه بلون معين، أضغط أنا كليك يمين وأحكي له والله بدي اللاير هذه لون أحمر، يبقى أنا تعلمت الجروب أو علمت اللاير بلون أحمر. ما بأثر على التصميم خالص، لكن بس للعلام فقط، ممكن أقول له بدي إياه بلون بلو. تمام؟ طيب أنا لو بدي أحذف هذه كمان مرة، لو خلينا نحذف، أحذف الجروب هذه، أحذف أحذف الجروب الثانية، اللاير الثانية، اللاير الثالثة، اللاير الرابعة. طيب خليني أحاول أحذف اللاير الأخيرة، مش راضي يحذف لأن في قفل، يعني مثلا من القفل نشيل القفل. طب بدي أجي أحذف، ما بنفع أحذف. ليش؟ لأنه على في البانل لازم موجود يكون عندي على الأقل لاير واحدة، يبقى ما بنفع أحذف كل اللاير. طب خلينا نعمل كنترول الت زد. تمام. في عندي برضو كمان شغلة خلينا نشوفها، اللي هي لها علاقة بالخصائص التنظيمية مش أكتر. بيعمل لي على سبيل المثال لو أنا قلت له فلتر فور بيكسلز لاير، هيعمل لي فلتر للبيكسلز لاير، يبقى هنا حذف لي المستطيلات والدوائر. ليش؟ لأن المستطيلات والدوائر بيتعامل معهم برنامج الفوتوشوب على كأنهم على كأنهم إيش؟ فيكتورز. خلينا نسحب مثلا صورة بالبيكسلز وأضيفها مثلا هان، انضافت كلاير، وخلينا نسحبها مثلا اللاير هاي، انت أسحبها تحت، سحبنا اللاير الأزرق اللي هي هذه لتحت. لو أنا قلت له أنا في المنطقة هاي فلتر فور بيكسل لايرز، هيتم فلترة اللايرز كلها. طيب لو أنا حكيت له هنا فلتر فور أدجستمنت لاير، هنحكي عنها فقط لاحق. وهي لو كان أنا عندي لاير هذه ممكن تعمل لي فلتر فور تكست لاير، بتجيب لي تكست لاير، ما عنديش ولا لاير تحتوي على تكست. يعني لو أنا كان عندي موجود أداة التكست تول في المنطقة هاي وكتبنا مثلا في المنطقة هاي مثلا سكاي، تمام، وهاجيت انا اقول له انا في المنطقه هاي فلتر للتكست لاير، بيظهر لي الستكست. طيب اخر شغله هاي اللي عندي بيقول لي فلتر فور شيبس لاير، الاشكال، عمل لي فلتر لمين؟ للاشكال بس، جاب لي خلينا نشيل بتاع التكست واقول له الاشكال هذول راوند ريكتانجلز زائد الاليبس جاب لي اياهم. طيب الاخيره فلتر فور سمارت اوبجكتس، فلتر فور سمارت اوبجكتس اللي هي كانت صوره الشكل السماء لانه نزل اياها كسمارت اوبجكت. طيب من خلال دراستنا لللايرز ومر علينا بعض الانواع من اللايرز، يعني اللايرز لها مجموعه عدد من الانواع. اول نوع اللي هو في الصوره هاي اللي هي راسترايز ايمج، الصوره العاديه. الثانيه الشكل الثاني اللي هو الاليبس، هذه عبارة عن layers بتاعت الشيبس. وعندنا كمان layer الثالثة اللي هي smart objects، وفي كمان عندنا عفوا layer الأولى اللي هي layer الخاصة بالكتابة. يبقى لقيت أنا في عندي أكثر من layer، لاحظ إنه الفرق بشكل layer T اللي علاقة باللاير بتاعت الكتابة الخاصة بالكتابة. اللاير العادية راسترايز ايمج، ممكن الصورة الجي بي جي مثلا او اي صورة تانية. الصورة الثانية الصورة الذكية زي الكائن الذكي اللي هي موجودة عندها زي الملف صغير، هذه السمارت اوبجكت لاير. بشكل عام السمارت اوبجكت هي الصور العادية، ولكن التعديل عليها مغلق، ما بقدر اتحكم فيها من في الحجم، بس بقدر اكبر الحجم واصغر الحجم فقط لا غير. حتى لو كبرت وصغرت بتبقى جوده الصوره زي ما هي، مش هتتغير. ممكن انه اقدر احول السمارت اوبجكت للاير عاديه، كليك يمين واقول له ريسترايز لاير وتتحول عادي.
وفي أنواع تانية كثيرة هنتطرق إلها إن شاء الله في وقت لاحق. برضو كمان في شغلة حابب ننوه إلها، في حاجة مهمة عندنا في البلند أوبشن. طب خلينا نشوف إيش هي البلند أوبشن، خلينا نروح فيها لنا صورة، خلينا نروح نشوفها في المنطقة هاي. في عندي نورمال، أنا في عندي مجموعة من الخصائص اللي أنا في اللاير، مثل لو كان داركن ومالتبلاي، هذه العلاقة بتعمل لي تغميق للصور ومجموعتهم، اللايتن والسكرين هذه بتعمل لي تفتيح للصور، وبرضو عندي مجموعة للأوفرلي والسوفت اللي علاقة بالساتوريشن مودز، وعندي الديفرنسز اللي علاقة بالسبتراكشن، واللي هو والساتوريشن إلى علاقة بالكلر مود. طب خلينا نشوف هذا الكلام من خلال اكزامبل. نغلق هاي الصورة وخلينا ناخذ مثال تاني، نحكي له مثلا نيجي نفتح الصورة هاي، تمام، وخلينا ناخذ صورة تاني مثلا الصورة هاي، تمام، ونضغط انتر. هل جيت انا واقف على الصور البيئه البلاك اند وايت، الابيض بالاسود، لاحظ في المنطقه هذه اسود، هذه المنطقه ابيض. لو انا قلت له انا مثلا اجيت في البليند اوبشنز وقلت له داركن، ايش بيصير؟ لاحظ معايا انه احتفظت باللون الاسود واخفى للون الابيض. طب لو انا قلت له مثلا بدي شغله ثانيه اللي هي لايتين، ايش ممكن يصير؟ اختفى اللون الاسود واحتفظ لي باللون الابيض. وهي مجموعه من التاثيرات اللي ممكن تكون موجوده، هي الاوفرلي مثلا، شوف ايش ممكن يصير. يبقى انا هلقيت تقريبا ديفرنسز مثلا، خلينا نرجع مثلا للداركن. يبقى بهيك بهذا اللقاء حاولت انه اغطي اكبر قدر من المعلومات اللي لها علاقه باللايرز وخصائصها، تقريبا غطيت ما يزيد عن 90% من الخصائص. يعطيكم العافية، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء.